مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. احنا كنتواجدوا معكم مباشرة من مدينة الدار البيضاء. اذا معنا هاد السيدة أرملة، ام لثلاثة اطفال، بعد ما توفى الزوج ديالها خلى ليها ثلاثة الاطفال وما خلاش ليها يعني المأوى او المسكن فين تعيش. هاد الدويرة اللي كتشوفوا فيها راه ماشي ديالها، غير كاريها ليها واحد المحسن في سبيل الله. اذا بقوا معنا نسمعوا القصة ديالها بالتفصيل. مرحبا لالا. السلام عليكم اخوتي اخواتي المحسنين. كنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين. انا كنطلب منكم بغيت تكونوا تعاونوني فيها، نقهر نكرا وانا ما خدامه ما والو، والراجل مات ليا الله يولاني بالرحمه ديال الله، ما عندي لا سكنه لا والو، ما خلى لي حتى بيت نعيش والو. الدرهم الاخر ما خلى لي، الدرهم الاخر ما خلى لي. وانا كنطلب الله منكم اخوتي واخواتاتي بيت ربي سبحانه وتعالى يستروا لي كما الله يعبر ربي يستركم، الله يرحم ليكم الوالدين. سكنة ما عنديش، ما عندي ثلاث صحابات غير نخدم. شحال في عمرك؟ عندي ثلاثة الوليدات. شحال في عمرك لالا؟ عندي 43. المهم زيد 66، هادشي اللي داير ليا الواليد قال لي 66. عندك 53 سنة. قال لي 66، قال لي 66. هادشي اللي قال لي الوالد الله يرحمه. الله يولي برحمة الله ورحم جميع المسلمين. وانا اخوتي الله يرحم لكم الوالدين تعاونوني يا سكينة، سكينة هي فاش تعاونوني، سكينة هي فاش تعاونوني. شنو المشكل لالا؟ شنو المشكل ديالك؟ اشنو بغيتي من المحسنين؟ انا كنطلب الله بغيتي سكينة، هي اللي بغيت سكينة، هي اللي بغيت، هي اللي قهرتني. كنتي قلتي لينا بانهم خرجوك في السكنة الاولى. نعم. الناس اللي كنتي كارية عندهم علاش خرجوك؟ يعني باش نخلص لك راه، باش غادي نخلص لك راه، وملي بغيت نكري هادي ما باش يخلوه الناس يكريو ليا. يقول هذيك المراه ما كتخلص، وداك الراجل المسكين بقيت فيه الله يرحم ليه الوالدين ووالديكم، هو اللي كرا ليا. هذاك الراجل مول هاد الدار هو اللي كرا ليا، الله يخلف عليك وعليه، هو اللي كرا ليا مسكين. بقيت فيه لالا. دابا خدامه؟ انا ما خداماش، ما خداماش. ما كتعرفي ديري حتى شي صنعه؟ والو ما كنعرف حتى حاجه حبيبه ديالي. انا ملي تزوجت كنت خدامه، ملي كنت دارنا نخدم كف مع امان نخدم، ملي تزوجت المرحوم الله يرحمه ما خلانيش نخدم، صافي بقيت مع وليداتي. وليداتك باقي صغار؟ لا الولد الكبير عندي 98 والاخر في 2003، والصغير والصغير زايد 2003، والوسطاني زايد 2001. كذا دودات لعبت. ايوا هادشي اللي كاين حبيبه. وانا كنطلب الله اخوتي واخواتاتي المحسنين، انا بغيت نعمل لكم سكينه، هي اللي بغيت. انت كطلبي اليوم المحسنين باش يعاونوك؟ الله يرحم ليك تلقاي فين تسكني؟ انا بغيت نسكن الوليدات ديالك. الله يرحم ليكم الوالدين. الراجل راه ما خلى ليا لا سكينه، ما خلى ليا لا فايت نعيش، ما خلى ليا والو. الناس اللي كنت خدام عندهم اللي مشيت عنده تيقول لي احنا كاع ما كنعرفوش. انت ما باغا لا عيد لا والو، كلشي اللي في القرى بغيتي غير في تسكني ياك لالا؟ اللي خدام معاه. انت دابا ما باغا لا عيد لا والو، بغيتي غير في تسكني؟ انا بغيت افهم نسكن وليدي، لقيت شي خليمه لوليدي هي اللي بغيت. هذا هو اللي كنطلب منكم الله. شنو عند ولدك؟ شنو قاري؟ ها شنو عند ولدك؟ يلا نجح في الباك هاد العام. ما غاديش يكمل قرايته؟ لا شكون اللي يعني يخلص لي الكرا؟ شكون اللي غادي يعاوني؟ هو بغى يدخل قال لي التكوين، ولكن انا ما عندي باش غادي نخلص ليه بنيتي، ما عنديش باش انا نخلص ليه. وكيقول لي ماما ندخل للتكوين واحد العام ولا عامين باش نكمل قرايتي وباش نخدم مزيان، ولكن انا قلت له ودي ما كانت اللي غادي يعاونني في الكره. بغيتي يخدم باش يعاونك؟ اه بغيت يخدم باش يعاونني. هذه اللي كاينه حبيبه، احنا مقروحين بزاف، مقروحين ماشي يلا مقروحين، مقروحين بزاف. هاد ولدك نجح في الباك؟ ها نجح في الباك؟ اه نجح في الباك، نجح في الباك هاد العام ياك؟ اه هاد العام. هادشي اللي قال انا ما قاريه ما عارفاش ما نكذب، هادشي اللي قال لينا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي اللي بغى يساعد هاد السيده، الرقم ديالها هو 0665 97 81 14، 0665 97 81 14. كلمه اخيره لالا. الله يرحم لك بالوالدين. انا كنطلب من الله قلت لكم ليه سكينه، سكينه هي اللي بغيت، لان تحركت من السكنه وراجلي مات ليا بالفقر ديال السكنه.
راجلي معمر غادي يرجع ليا ان شاء الله ارحمه. العائله ديالك ما كتسولش فيك؟ العائله ديالك ما كتسولش فيك؟ حتى واحد ما كيسول فيا. انت مقطوعه من الشجره؟ والو من مطر رجلي كلشي مشى في حالاته. بقيت انا والله وهذوك الوليدات هما اللي بقيت معاهم. الحباب بحال وجاكم برانيين هما اللي واقفين معايا الله يخلف عليك عليهم، كيجيبوا لي ما ناكل كيحنوا فيا. الله يرحمني من الوالدين ووالديكم. اذا مشاهدي قناه شوف تي في للمساعده الرقم ديال هذه السيده هو 0665 97 14 0665 97 14.